نبدأ أولاً مع كلمة هيئة الطوارئ المدنية في لبنان يلقيها النائب الأول للرئيس الأستاذ غسان مجد عويدات. مساء الخير سعادة المحافظ، سعادة النقيبين وأعضاء مجلس النقابة، الحفل الكريم. إنها ليلة عزيزة أن نلتقي اليوم على مائدة واحدة ومعظم الحاضرين من جسم أحد جناحي العدالة، عنيت بذلك المحامين الكرام الذي تعاوننا وإياهم وعدد كبير منهم في هيئة الطوارئ المدنية في لبنان في أكثر من ملف، ولا سيما في قضية مواجهة أصحاب المولدات الذين يستشيطون تشبيحاً على الناس، وفي قضايا العنف الأسري وغيرها. وها نحن في هيئة الطوارئ نعالج يومياً الكثير من القضايا والمشكلات التي تفاقمت في الأونة الأخيرة بفعل الأوضاع الاستثنائية في البلاد، وبات جزء أساسي من عملنا الوقوف إلى جانب المظلوم. وفي هذا السياق أصدرنا بياننا الشهير الذي دعينا فيه إلى تحديد مهل بموجب تعميم وتوجيهات داخلية للبدء بقضايا الموقوفين، لأنه لا يمكن الاستمرار بالاستلشاء بحرية الناس. إن للأساتذة المحامين دوراً أساسياً في عملنا الاجتماعي الخيري الإغاثي، فإننا كما نقف إلى جانب الناس في الغذاء والدواء والتعليم، ولا نتأخر في الوقوف إلى جانبهم كلما دعت الحاجة. ولذلك لا يمكننا أن نؤدي هذا الدور إلا من خلال المحامين المتطوعين المشكورين طبعاً على كل الجهود التي يبذلونها في هذا السياق. إننا في هذه الطوارئ إذ نشكر تلبيتكم دعوتنا، فإننا نؤكد على النية الدائمة بالتعاون مع مقابتي المحامين في بيروت وطرابلس من خلال الإمكانات المتاحة لنا لما في خدمة اللبنانيين والمقيمين دائماً وأبداً. ونأمل أن تشرق شمس الفرح على لبنان قريباً، وإلى ذلك الحين وبعده سنبقى نؤدي دورنا الإنساني والاجتماعي والخيري دون تردد ولا تأخير. فبالنهاية هذه رسالتنا وهذا هدفنا، وإن الله ولي التوفيق.